النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال 3 أيام القادمة بإذن الله. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، هي الكتلة الهوائية المعتدلة مستمرة بالتأثير على المملكة خلال الأيام القادمة، أيضا درجات أو انخفاض على درجات الحرارة خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وليالي مائلة للبرودة ورطبة أيضا متوقعة خلال الأيام القادمة. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح اندفاع لكمية من الغيوم المنخفضة خلال ساعات صباح اليوم، حيث ساد طقس غائم جزئي إلى غالبا غائم خلال ساعات الصباح، هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وأيضا انخفاض في درجات الحرارة. هذه العناصر الجوية عملت على تشكل هذه الغيوم المنخفضة. خلال الأيام القادمة يتوقع أن تتجدد فرصة تشكل هذه الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح والفجر، أي خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. تفاصيل أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال ما تبقى من هذا الأسبوع نستعرضها بالخريطة التالية لتوضح ابتعاد هذه الكتل الهوائية الحارة عن المملكة باتجاه العراق وباتجاه الجزيرة العربية، يقابل اندفاع لهذه الكتلة الهوائية المعتدلة من منطقة البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام. هذه الكتلة الهوائية كما ذكرنا تكون معتدلة الخصائص وأيضا رطبة، تعمل على تشكل الغيوم المنخفضة بشكل يومي خلال ساعات الصباح والفجر، أي خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. خلال عطلة نهاية الأسبوع يتوقع أن يكون الطقس معتدل، درجات الحرارة حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، طقس خريفي، تنخفض درجات الحرارة ليلا يصبح الطقس مائلا للبرودة ورطبا أيضا. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس رطب، ضباب خفيف متوقع أن يتشكل خلال ساعات الليل المتأخر، درجة حرارة تسجل 17 درجة مئوية أي طقس مائل للبرودة، أيضا نسبة الرطوبة عالية حوالي 93%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة وغربية الاتجاه. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الخميس تفرق لبعض الغيوم 27 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 16 درجة مئوية فقط. يوم الجمعة المزيد من الانخفاض 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 18 درجة مئوية أيضا مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف وارتفاع في نسبة الرطوبة السطحية. يوم السبت 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي. كان هذا كل من لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.